السلام عليكم ورحمة الله أخواني، وصبحكم الله بالخير. بالنسبة لي ما زال الصباح لم يبلج ضوءه حتى الآن عندهم. أولا برغم أنه أنا كتبت عن هذا الموضوع والعيدان يوضح، ولكن يبدو أن مسألة الحدود في مقصر لا زالت غير واضحة لأغلب أخواننا. أخواني، أولا مسألة الحدود لا ما له علاقة لا العيداني ولا أي محافظ سابق ولا لاحق بهذا الموضوع، حتى يعني يكون ينحسم هذا الموضوع نهائيا. موضوع الحدود أصلا بعد احتلال الكويت وانسحابنا قدمت الكويت إلى الأمم المتحدة وثيقة عبارة عن رسالة كاتبها الباشا لبعض إخواني قدسه نوري سعيد، اللي هو أول من باع أراضي العراق، إلى الحاكم الإنجليزي للكويت هامفري أو ما أعرف اسمه، سنة 1932 تحدد خط الحدود بين العراق والكويت من خط التلاقي بين خور الزبير وبين خور عبد الله، اللي هي النقطة المحددة لحدود القاعدة البحرية. اللي ما يعرف هذه الأراضي، أنا هذه القاعدة البحرية خدمت بها سنوات طويلة فأعرفها تماما وأعرف هذه المنطقة تماما، لذلك لما أتكلم كشاهد عيان على سنين طويلة وليس مجرد قارئ. قدمت الكويت 1991 رسالة نوري سعيد إلى الحاكم أو الشسم السياسي البريطاني في الكويت، رسالة نوري سعيد 1932 اللي قربيها أنه هذا خط الحدود يبدأ من نقطة تلاقي خور الزبير وخور عبد الله اللي هي في أم قصر مجاورة إلى القاعدة البحرية، ويمتد الخط إلى أن يوصل إلى صفان على أن تترك جزر بوبيان ووربة وإلى آخره إلى الكويت. هذا قرار نوري سعيد، لا صدام حسين ولا غير صدام حسين. بدأ التدهور من 1932، كان الكويت غير مستقلة، كان خاضعة إلى الحماية البريطانية. إجا الأخ، طبعا صار مع المرحوم غازي وصارت هوسة ودخلت بريطانيا وانكتل غازي بسبب هذا الموضوع، وإجا فيصل الثاني ما له غرض، وبقى القضية على نوري سعيد رسالته بسنة 32. عبد الكريم قاسم طالب بالكويت وأسقط. إجوا الجماعة البعثيين في زمن كان عبد السلام عارف بعد 8 شباط 1963، وكان البكر رئيس وزراء، واحتاجوا فلوس وراح وفد برئاسة حردان وما أدري منه بعد وياه، طاروا بطيارة أظن البكر وياه إلى الكويت، وقعدوا وتفاوضوا وقبضوا من الكويت 30 مليون دولار. هذا أنا أعرف بها، يعني أنا على الأقل أنا شاهد سمعت هذا الكلام وأنا بالكويت سنة 77، من ناس قاعدين لهم شهود لهذه القضية أنه أعطوا للكويت للعراق فلوس. هسه هذه الفلوس راحت للخزانة العراقية، راحت بيجيبوا الرفاق ما أدري، بس أعطوا 30 مليون دولار، ومليون دولار أو دينار كويتي خاص لأحد المسؤولين، قيل لعبد السلام قيل للبكر الله أعلم. فاعترف الكويت العراق بالكويت، طبعا نكاية عبد الكريم وعلى أساس عروبة وإلى آخره، وكان عبد الناصر إلى جانب الكويت لما صار اشتباك في زمن عبد الكريم قاسم ودز قوات من الجامعة العربية وصار خط اسمه خط الجامعة العربية. إلى حين دخولنا الكويت كان خط اسمه خط الجامعة العربية، هو الخط الفاصل بيننا وبين الكويت، اللي هو تقريبا محادد، لا بالعكس بعد أزيد داخل في داخل الكويت فيما بعد، وإحنا كنا مسيطرين على هذا الخط. يعني كانت به فقط خيمة اسمها الصامتة دخلوه الكويتين في 73، هذا يجي لاحقا، وبعدين صارت بها معركة. فب 63 لما اعترفت حكومة البعث، حكومة عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر، بالكويت كدولة مستقلة ودخلت على أثرها الكويت الأمم المتحدة، صار هذا الخط الحدود هو الخط اللي طالب به الكويت، وظلت الحدود غير مرسمة لأن العراق بعدها لاحقا ما أقر هذه الحدود، والكويت ظلت مكلبة برسالة نوري سعيد واعتراف أحمد حسن البكر، وهذه الرسالة هي قدمت الكويت للأمم المتحدة. لما صارت مسألة الصامتة، الكويت باعتبار أن هذه الحدود وفق الرسائل الموثقة بينها وبين العراق مو هذا الخط، إنما للأمام داخل الحدود العراقية نصبت خيمة سموها بمنطقة مرتفعات شوية تلول سموها الصامتة، منطقة الصامتة، صدر قرار في زمن أيضا البكر
73 وكان صدام حسين نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، صدر أمر بإزاحة هذه الخيمة، ودخلت القوات وإزاحت هذه الخيمة ورجعت إلى ما كانت عليه سابقا. لما انسحبنا من الكويت قدمت طبعا العراق أصبح لا حول له ولا قوة، قدمت الكويت هذه الوثائق لإثبات حدودها مع خريطة بريطانية أساسها كان أساس الحدود على رسالة نوري سعيد. طبعا هو نوري سعيد خبير حدود، نوري سعيد أيضا الإنجليز قالوا له سوي هالشكل، والإنجليز حكام بالطرفين، واضح؟ هذا موضوع الحدود البحرية. فلما صارت اللجنة اللي شكلت اللجنة رسمت الحدود البحرية البرية عفوا استنادا إلى هذين الوثيقتين اللي قدمتها الكويت والخريطة البريطانية. مندوب العراق كان بها عندنا اسمه القيسي، الله يرحمه، توفى قبل سنوات. كنت أتمنى أن يحضر، من كان حيطلبته بالبرلمان أن يجي يحضر يوضح الحقائق، بس مسألة العصبية ونظام صدام منعت الجماعة أو استنكفوا أن يجي خبير، أستاذ طبعا الرجل وخبير رحمة الله على روحه القيسي، والله سنسيت اسمه، كان على بالي دائما. فانسحب لأنه لا، ما معنى لوجوده، لأنه ما يأخذون كلامه. وانسحابه كان هو اعتراض، القسم يقول ليش انسحب؟ لا، هو انسحب لأنه ما يقدر يسوي، ورفع وثيقة إلى 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 الأمم المتحدة أن العراق لا يعترف بهاتين الوثيقتين التي قدمتهما الكويت ولا بالخريطة البريطانية، لأن البريطانية ليست طرف في الموضوع، إحنا دولتين يعني متجاورتين، بريطانيا ليست جارة، بسبب أن هذين الوثيقتين لم يصادق عليهما لا البرلمان العراقي في زمن نوري سعيد ولا المجلس الوطني لقيادة الثورة اسمها في زمن 63. هذا كان الكلام قبل أن يصدر القرار اعترافه بالكويت بال 94. لكن الأمم المتحدة بعد، كان العراق ذيك الساعة رايح بالرجلين وكل دول العالم ضده، فأجبروه على أن يعترف بخط الحدود هذا اللي الآن نفذ. كان طول السنوات السابقة ما كان منفذ، لكن نفذ سنة 94 بعد ما أغري العراق بأنه راح يرفع عنا الحصار إذا اعترف بالحدود بتدخل وزير خارجية روسيا أيام يلسن، كوزيروف أظن اسمه، وإجا قال له بس تعترف إحنا نرفع، نسعى روسيا تسعى، وهي روسيا كانت أضعف بلدان العالم في ذلك الوقت أيام يلسن السكير، وأمريكان وعدوهم أيام كلينتون لكن ما أوفوا، اعترف العراق بالكويت وظل هذا خط الحدود تنفذ الأمم المتحدة. في تلك الفترة بناء على اتفاقية وقف اطلاق النار، القوات العراقية وأي وجود مسلح يبتعد من الجانب العراقي 10 كيلومترات عن الحدود داخل العراق و5 كيلومترات داخل الكويت. وقت تلك الفترة منزوعة السلاح والقاعدة البحرية أخليت. طبعا خط الحدود هذا اللي صار يحاذي القاعدة، يأخذ فقط مرسى واحد اللي هو بعيد كلش، مرسى الحوامات في أقصى الجنوب، ويترك باقي المراسي إلى العراق لأن البحر باقي للعراق، ويتجه باتجاه القاعدة البحرية يأخذ دور القاعدة البحرية. هذه الدور كان يسكن فيها النواب ضباط، وهي دور مملوكة للبحرية للإسكان العسكري، مو ملك لهم، مو ملك لأحد، هاي دور للحكومة حتى يكون واضح جدا يعني. لكن لأن الحكومة ساقطة فالجماعة سيطروا عليها بحكم وضع اليد، يعني ما مملوكة لأحد. بعضهم ترك وغادر بحكم يعني وضع معيشته، بحكم اجتثاث، بحكم غير شكل، لكن الباقين ظلوا بهذه البيوت قاعدين. ففي زمن جعفري من رادوا يرسمون الحدود، احتجت الكويت انه هاي البيوت ما يصير باقة على خط الحدود، وكل دول العالم ما تقبل بيت رجل منا ورجل منا، يعني ما يصير على الحدود خط، بس بغض النظر عن اعترافي وعدم اعترافي بهذه المسألة. فصار القرار ان هذه البيوت تزال امنيا على الاقل للطرفين، وان يعوض هؤلاء ببيوت اخرى مملوكة لهم تصير. فبنوا لهم الكويت، العراق قال احنا ما نقدر نبني، الكويت قالت انا اتبرع ببناء هذه البيوت، وبنت هذه البيوت وما جروا لها الكهرباء الا قبل كم شهر حتى تصير صالحه للسكن. وكم مره راجعوني ذول النواب الضباط القدامى على توزيع هذه الدور، ويردون اللي صار عائلتين وثلاث عوائل وبيت واحد ما عاد يكفي،
هذه لا لها علاقه الاسعد العيداني ولا المحافظ السابق ولا اي مسؤول محلي. خط الحدود الثبت إذن هذا الخط اللي رسمه نوري سعيد بسنه 32 واقر احمد حسن بكر سنه 63 واعترف به صدام سنه 94. هذا باع مقصر وباع مدري ايش، مقصر باقيه كلها كمدينه وكميناء باقيه، القاعدة البحرية جزء منها باقي لأنه كان باعتبار أنه جزء مسلح فشالوا أي تواجد عسكري، قلنا أنه 10 كيلومترات للخلف، شالوا أي تواجد عسكري في هذه المنطقة، وكان هناك تواجد للأمم المتحدة في هذا المكان اللي هي مراقبين بين العراق والكويت. وانتهت المسألة على هذا الأساس. والآن لا وجود لبيوت كويتية على اليسار اللي هو الناحية الجنوبية قضية الكويت، ولا بيوت على اليمين اللي هي على الشرق الجانب العراقي. خط مفتوح، والخط الممسوح هذا والسالك هو خط بالأراضي العراقية. هذا كل ما يتعلق بالحدود البرية. طبعا الكويت كانت متجاوزة على رومانيا الجنوبية، أخذتها يعني بوفق التقسيم الجديد، وفق التقسيم اللي أقره نوري سعيد، نوري باشا اللي هو أساس المشكلة. خور عبد الله للعلم ظلت اللجنة اللي هي كانت برئاسة هذا مختار الهندي، هذا الاندونيسي عفوا، قالوا لها رسمي الحدود البحرية بين البلدين. مختار استقال، قال لي أنه هذا تجاوز على اختصاص اللجنة لأنها تختص فقط بالبر ولا تختص بالبحر. لكن استمرت اللجنة، عينوا واحد سويدي، كلهم طبعا أوروبيين الجماعة اللي المعينين، عدا العراق مثل بعدنان القيسي، وبعدين منو جابوا وراء مدري منو، مو عدنان القيسي هذا المصارع، لا القيسي منو شو اسمه، وممثل الكويت وزان وما اعرف ايش، رسموا الحدود الى حد منتصف خور عبد الله. وصار النقاش هل خور عبد الله يصير، يعني العراق احتاج باعتبار ان خور عبد الله مو بحر اقليمي، ما يصير توزيعه بالمنتصف، وإنما يجب أن يكون عن خط الثالوث اللي هو بعمق نقطة، وعمق نقطة تمر بالقسم الكويتي، بالتالي العراق راح ينحرم من حقوقه. طبعا أي تواجد بحري سابق للكويت ماكو، أنا هذه سنين أروح وأرجع بها هذه المنطقة البحرية، ولا مسلح ولا غير مسلح، سواء كان قبل الحرب مع إيران أو بعد الحرب مع إيران ماكو، غير عندهم نقطة الشرطة في بوبيان كانت يجي زورق ينطيهم مي وما أعرف إيش وأكل ويروح بالشهر مرة مدري بالأسبوع مرة، ولا هاي كان العراق يصول ويجول بها حتى بوبيان، يعني كان بإمكان صدام حسين أن يتقدم ويحط إيده على بوبيان بدل لغوة الكويت وبدل هاي الاحتلال، ولا ما خلي العالم يقلبها وثلاث دقائق الكويت جوا إيدينه يحط بها مراكز شرطة وما حد يتدخل، يحتجون ويصير كذا. لكن بعد الإخبال والجنون هو هذا اللي وصلنا، والتوثيق حكم التوثيق اللي وصلنا الى هذه النقطه. فمقصر باقي يا اخوان، هاي المظاهرات شذب البارحه طبعا، ما كلها مظاهرات ولا رمي، كل اللي قاعد يقولوه الاخوان النواب وغير النواب هي عباره عن مزايدات تسقيطيه لان انتخابات قريبه. الحدود اقرت في زمن نوري سعيد، ثم في زمن احمد حسن بكير، واعترف بها العراق سنه 64. خور عبد الله بقى نصفه اللي هو من المناطق الواسعة اللي تقريبا في مقابل ميناء الفاو الآن إلى المياه العميقة، لا زال عليه مشاكل بينه وبين الكويت، والعالم ما عاد يتدخل لأنه مشكلة الكويت ما عادت تشغل حيز كبير في بال العالم مثل ما كانت بالتسعينات، فترك هذا الموضوع وهو لا زال عالق بينه وبين الكويت. هذه هي المسألة يا إخوان، يعني وأرجو أن أكون أوضحت، وأعتذر عن الإطالة، وشكرا جزيلا.